السلام عليكم مشاهدينا الامهات مليح شال لاباس مني شاطره طريقه كني مره مليح داخل المغرب وخارج المغرب وكني في زعما كي ديال دي فيديويا نهار الاحبابين وقدر عيد قاكني وعيدكم مبارك سعيد تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي الحبيب كني الوالدين نوم طاول نوم الاهل نوم تمنياهم ان شاء الله تسعدوا من هذا سبحان وتمنياهم ان شاء الله تعيدوا تعاودوا وتعاود اخر عيد يسحب الجال ديالنا خا عاود قاكني حتى نهار العيد قاكني عيدكم مبارك سعيد تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر كني الاهل نوم طاول نوم الحباب نوم ارخو اسعدوا خساره هذو بينيا مبروك عيدكم مبروك عيدكم تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو حدينا مسعش بالك تصوم بس ايوا الاحبابين اتمنى ان شاء الله تسعدوا من هذا سبحان اتمنى ان شاء الله تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه اخو مش توارا بقى الصباح يمزي جا قف غاند ايوا راني غاسه تستاهل زواج الاحبابين وزي المتتبعين وزي العائلين الثانيه اخص مبارك خل العيد عاد ان شاء الله يقعدوا اكري شي بارد موتاي اسوج دغ شوي اسوج دغ موتاي عاد يدغي سي جمع الشعر نقبش لي غاس وحوري المهم باش توا الحبابين وقا محظوظين تجي الشام غيروح على الجيران غادي يحضر لي الذبيحة ارخوك ومشاركة خد عمرك الشهرة مواتاي غنسمع عليك الكاس مواتي كولا غنزوي لا ياتاي لا والو مني غاس ديريكت غا الاحبابين غاس نبارك في العيد باش ان شاء الله خطوار مي غنعدو غيمشي سكان تا معرام دا يسوي الشهر غاس وحوري خاص الميلا بنا ميديري شوية شغل يديري شويه دكينات تخصنا مني برمدو مني خاروينا العيد المهم الحبابينو رخو دعلو قد عم قيش كاس مواتاي المهم قيمة اكيد من غيك ان شاء الله باذن الله نهارا اخاكني واكيد يلا او يعني عدد عم قيش كاس مواتاي يلا تعم مادر كيسان ايوا ضروري ما نكيش بعرة مواتاي قد نحطا قصد بينا نشيد ديك المناسبة تاشي بغات نكسي فصبحان شوي هذه كسا بعرات هذه كسا عمات هذه الكيسان ايوا هذا الحبابي مشتوى قطع ماري خداي هذه كسا قبصني دي غيك حاول قصدي لي صارتو تكسي ديني قاشا الاحبابي نول كي خلاك كلا والو لانه ولي تتنشي حنجان شو تكي خشي عقني غاس ميني تغيك خني غاس زريق ميني كان غير عيدني يوم زيان الصراحة مين وقعي لي مين شعاتو غاكي دابا بعد يما مين وجوش نشي حاجة يطس ايوا صافي صار من يوم وتقول لي وتقول لي مسمم لكن كان لا والو المهم شوي قصدي لي ني نهار تيلي قال الشوا اي ما نهار قال الشوا تسوي حلويات يلا ديك تخطف صنيع شي ديك الكاسه ترى شي جيني تقول لي شي شي دي يا خوما الحبابين على الماشي باستيلي دا تسوج دخ صافي المهم ان شاء الله حما مش سكان انا هو غوحوري ديال سوجا ان شاء الله انا حنغاس عاود غوري ناس صاروا تنام لا قاسيدي ما نايا وتجيبوا الخوم خساره كامل لا الخوم الشوا بكسو عش ها تكسو الشوا واري الكبده واري الشوا المهم شي ننسى تختبر النقشة من اليمن وغي تورني انت راه سارة الله يهديك الله يهديك يا خوما الاحبابين والاجواء العيد الصراحة الله والله العظيم ما تبنوا الاجواء العيد خمسة كيني حوريين والله العظيم مصدفن باقي غا سبعة عام ساكن والله واقفة ياك اشتو سمليه زوين صافي لكم صغار اللي عاود راه غير له تلك خلاص تسمو الحبابين قالت لي ود ملايا ود شويه ميت السوج غا الصباح العيد المهم هاد الساس خطا غانا حنسوي كاس واتاي باش خلني غادي صغيا وجا هاد الدقيقة غادي نقولها انا تسلمت من الحبابين انا بغيت لكم صباح قودة حورية الزهرة حورية ماشي كاع المهم ان شاء الله لكم صباح الخطا والقطار اجواء العيد ان شاء الله مبارك وانت تشتيغ الى قيمتها كيدير وطاح معايا صار الشهر كمان بسم الله زيدو يا زيدو يا زيزة ما شاء الله الله مبارك ولا حول ولا قوة الا بالله زي قاع في البركه غادي يصحى الدرهنا غادي يجي هاد المنزل مع راسي زعما قيطو نقصاكي سنك صواك سنك ولكن سبحان الله العظيم وانو وما تزيرش راه يزيدي يلا
هاكي حوريين طغيت بوالو، ولكن مي صافي فاقم لي حوريين لهنيا الجيران هو صافي كومونسي يهبطو الجنة. يلاه راحي بسم الله سمعا يا جاجة. لا لا مغاديش خليها مغاديش، يلاه زيد نجرب يلاه. والله العظيم إذا ما هذا راه هو أنا هي وصفي الأحبابي المفروض سمعا. يلاه صورتي سمعا صورتي صورتي اسكتوا. يلا محمد هاد طيب دار الراس ما كانش يطلع راس على يمه. يا خو من احبابي انا ومش توران لقات صفيه مساله يا حوري، ولا قلت له مساله ما كاينش مساله قلا ما كاينش حاجه حديها دخل تخي نجا على العشاء تاع الزوا. يا خو مش توران من اجواء ما شاء الله اللهم بارك وتشبهون ديك الدارنيا يا تقدر انت معنا. يا خو مش توران بس ما كاينش ساري ماش سكان بول داف عطاهم صافي. هاد تختمو شويه خطوه مع راه مسكن باش يتعبر خاطر ديش حمايه ها قوم الاجواء صافي. الجيران قاعدة نقي ماشي داك الكاريج سكاد احبابينهم وشي كمل ايش يا محمد وراش جوز دابا محمد ياك واحد لقيت جوزي صاي باركاس وجي محمد صوصه تسويها مني مره ما ساره باش هاديك يا الله صافي كي سارة نقصتها وزوغة خصها سر موسى مقران يمكن حنو شنو ديما مار موسى مقران علاش ماشي تخصها وهاد تخصها إيوا صافي الحبابين ما شتو ورام عينين وباط الأجواء مستمرين منو غاين ياخد أجواء من عيد ما شاء الله الحبابين والله خاف ندير شوية تمارة رايس ولكن ماشي مشكل تخصها مشاريح شنو هادو قال كيما شاد كان هذا قصقه مو بالفاف هذا قصقه الكبدة ما مسوجه حتى مع ريمو سخيده زدت وايت كسبني كدا لا كدا تكشا ليا مالك محمد يلا تركي يا محمد توت توت عاود يا محمد عاود عاود. الصراحة الدرجة الأحباب هنا ينفع هدا تقيبس نجتا بزاك لي غسالي الحرام مزنوش خاز الشل ان شاء الله كاف هذا درت كريشت احول ان شاء الله نسك غايا مشات كان وزع وز ما خشط على الزخنش تقوم تشمد لهم غساله راه تكسي ولا صراحه الحبابين صافي يا ماما صافي ما هنا تسقع وتا صارت عندنا صافي. ايوا هذا الحبابين وقعت نيو منين هو عمليه مازال مستمره الله العظيم هذا مخدينو اجمع الزرني باش خمس وصفيها المهم خلينا نخدم شتاق فرنسا كطوالي نتصنو فيها على حساب خاصنا مني ديال حبابينو ورخو أبقى نخيني نوض محمد يخدم صار خدام الحبابينو تروح مسافر محمد نشرا نشرا كيما عساك. إيوا مش توالي مقص خدا كي غا شوية تنجحت هز شوية نشمو صحنو نخدم ليه ورخو أبقى نحط الوالدة مع ريحة مخدمة ورخو مش تسكر حاجة محمد هاد كمر خمارة غاش هاد كمل ان شاء الله. ايوا شحنا نعاود عاود نشري فيه حاجه الحبابين ايوا قال باش عرفتي كي تكون اجواء في هذا الحبابين ثمانيه وها نتمنى ان شاء الله تعيد وتعاود ان شاء الله بالصحه والسلامه ايني والحبابين ها قلت لهم واش توران نستمر مو صافي صافي تقد يختوز شوي الفوشت صار شي تعاون هي غنزوعه توغوز نخصيت خشي مو زوعه توغوز تختار تي زاخه تسوق تما ديال الشبكه يوم شو سكانت خسيرة مش سكان شو نفخت أمو دي مرصود ولكن اللي رفع حجانا نشفى سيديم زعر بض الشيرة كنا سامونا نشاو قم شو سكان كيف إيه وانت كر خلا أحبابي نقول من أيام يوم صفير خمسة ما شاء الله برامو ما ركوا مزور هذا محمد بزر نشفى رقى شو رقني إدخاني كثير ليني جوتني باركاس باركاس انت هذا هو هذا احسن ايوا دويره من حبابينهم غادي تدخن كي تسكت ساعه تدخن الغار ها هو في وقت اللي داروا الاجواء صار انا تدخن لا صافي يا مو ها خاصك تستنى ايوا قوم نحبابين مشوارين عينيني هو الكراج كامل رجع دخن ها الكراج كامل رجع دخان ما ضروري ما غير مع ما لا الدرجه بنفع صافي تقاسم هو سير على الدخان وي
ها بغيت لك عشان نسيت الماء سخن. ها سارة ها وري الحركة يا صباح ومنى وراقو من حبيبي مش توالام والله العظيم يوم غيني هذا وها ما بركس الأجواء وتفات مع بدا منايا شطاويلو عطاك اليوم يا اخي خاصنا نبقى نتجه كان نجحت يا محمد وكان نجحت قلت كشي تصم قبلنا ايوا صبا الاحلى من الاخر اقوم مش تبع راك الوتاي تغرم بها قاد صارت تغرم نديك ماي اقوم عما غداتاي اقوم لينا الاجواء ما شاء الله غسلناهم حطيناهم لهيه ينشفوا ما شاء الله نجا وانت رايح اكسيد رخوي رطخي تقابع النياز دري ما قلت لي قد خمس تاع فرات خاصه واحد ام محمد جبت سجبد ها زين قد ما نرجع شوك مريت طيب اليوم غير حاجه يلا سي وقت عقد كيف بكره يا اخي المتتبعين ها تجيبوا بكره عقد خلتك حزم تبرا غينا نصب بكره لي نصب كي نغش من غادي نبعثي نفسر لنا غادي نبعثي واه عسر حق العيد دي سرتيه واه يا كانت فريش ما شاء الله زعما مينا ما يخرج اسمك زين مش قاعد ما توصي شهور عليه باش تكون فريش نسا مدع قال لي علاش علاش غير انا ما كنتش كلش ها انا ما صنعنا ما تاكلش تاكلش ما كنتش تاكلش تاكلش هذا جديد خلي نستعمل نستعمل تبع ما غنجبديش كنجبد مو غنخلو الناس ايوا شنو حنا ندوش لا شنو حنا ياك نهار باش كي عاود نكون دورا الخيمه ديال على الموتي على سيدي خلا محمد ها زيد صبري صبري باش تصبو زيد ساسي كاع ساسي ها ام احمد بشويه راك تخطيني ما نسقناش من نزلش نتاع الدوش كاو تجي تحيد فينا خوك زاشيني حنا نجاري كي غنكسر لك السكيه يا صافي ها فين خصك تخمط مزيان باش تاخذ على رش واخا ما نحبب لينا راه طاري حنا تتبعيش يلاه ماشي ايش لا غير واش ما خشيتش يلاه زيد زيد هاد المرة خصك تعطيني أكثر من محمد راه أنا كبيرة عليه. ما تشاف عيد نقول عيد ماشي نقول يلا. لا واخا هكاك بحال بحال. شنو اليوم تروح داكسني يلاه زيد إوا قوم الأحبابين نعيش تعاونهم من غد نقسم بين بنادم وجريج معنا في العائلة أنا في الوالدين كيف عيدان إيوا الحمد لله مشاو مني ها قال خاينين والله والله العظيم إلا نشد الدنيا نبقي في الطبرة كي نساوال تهارات تعاود ثاني راسي شتاك وشات منك في العقل والله شوية تجي مشا الحبابين أنت دغيا 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 لا سرع عقل إي والله خاصني عقل خاصني عقل يا خلا يلا مخدين وقفة المتتبعين إن شاء الله ناس عيدكم مبروك المتتبعين نخ زعا كاميرا السيول عيدكم مبروك المتتبعين نتمنى لكم عيدتم مزيان ونحو لذلكم كبير واحد من الشيء تقول حوليا كتسي كتسي لا سمع الأحلى اللي مش حيسنا اللي أحلى ذاك ليش دير معمل يلا شنكتابي إلا العظيم إلا الجارجة ينفعنا خطب سيلا فدا تقيم شنو جد القام عن قعاد عن دوش لا عرفتي مشا وشقت يوم الشري رخو كنجي ونصفي قلاع الشدة وحدة نكشن حاجة خفيفة وصافي ما نكتروش بزاف باش ما يطلع ليناش الحولي للراس ايوا الله ايوا الفتح ما بين قضية كان دوارة غاس ما شاء الله بزاف قاعدة سارة خصو راح عليك واحد نروح واش تقول شنو واحد من نعم وين غادي نقدر نوم اليوم قد هنا دا جوا العيد يلا ما ديس شفت ما قلت ما ديس الطاو وين غانا ها يسكو
الشو اللي غتعطيو روحها نحنا اليوم ادو خاصك تخما على منايا خاصك الصراحه زعما صافي كيف كيف فاتها صاحبي فاتها هاد الشغل باش نروح من دوك انت جبد شدها قمش صادر الخبزة هاد تاجر الخبزة مشي لي جنة غنية تسموها خوف عني تمو غدا خاص صافي يلا ناس وسخوا الصراحة تصفر حبابينهم انا نمشي ندوش غنسبقك انا وندوش الاولى لا لي سبق سمو محمد صار انت لا انا لا انا غادي نخرج هي تبقي في الدار انا غنعس فقت بكري فقت مع الربعة ونص ومجانيش الناس لا لا صراحة زعما شي متصل تا وديك حياتك بغيتي فاكريش واه سمع اخر كوكوشيا ايوا صافي الحبابي ما شتو ورم نقي صافي من بعد ما نقيت مليح صافي قوم مستعقلينا سخج هذا مريح الليمون صافي قوم حمس صداقه يتقصى سخام ودني ولا تشدها فما شاشه الحبابي ما تشديها شويه تعجبني شويه جدا وقوم معاو الطريقه هي قاعده غينات اقوم صداقه مطوان بدا حنا قصيت الطم مزيان يتنسى زعما ولكن قوم اقوم الطريقه هي مول احبابي من السحر روكي روم حالني ها خويا ملي قصص قصه الطم مزيان وزعما قتسنى على حساب التصوير قال هذا غادي مش طاغي من الطبقه القاسم فاخده وها واري هواري منايا اقوم استطاق تاع فاروق مجا المهم شويه موداتين المهم كلشي قصخه مويا مو غي تسدي سهر من بعد مسيات المره ورم طريقه السهر احسن زي ما مني ميتا زي زوج الاحبابي نو حروطو تكفسن اقل خوة حلي جغنا سارة رمو حمد مرة داخل مش تنقلتني قد الغية قال خوة ميميع الاحبابي نو قد السمنة تم الزياد غير تم الزياد واه نعزو قد توالي بنا بقيت بقود شي نازلكم مشاركة الاحبابي نو بسم الله ما كده سارة هنا مثلا يوتيوب قسم الله ما المهم والزرع قران لا اذا من لا ايوا واش انت حوار ما امكن الحبابي نو شي نازل كون مشارك الصراحه الله ولكن توارا انا كون شاك تبيح هذا زوز ولكن الله غالب الخوف قاع من ايا شي اجواء تشارك مرات تعيش انت صحاب المغرب نخ ولكن اوروبا وتعيش شي اجواء تشارك هما الحباب نخ ان شاء الله بنادم علاش لا ملي غاتجمعو نرجع ان شاء الله ما شاء الله تفن عطله بعدا حتى تما تحضر من اجواء وخا يا سيدي تمارا والله العظيم نحلو بينو غزا مش لقا شي يجي نقص خصاه صاري كي الشهر هي خصاه ولا شنو مني خوخا غزا مش كي تمارا ندد ولكن والله العظيم الاجواء يزيد والله يزيد ايوا الحمد لله نحلو بينو سيدي عبد العليم غيتي الشي حاجه بسم الله دايس الفرحه ايوا شنو خوص تمر خا مو ماش توارم فات الصراحه زعما ش مش اسكان تعرف نوت كيرش ما عرف يا سمم تسخو زي شوي لي وانا كان ان شاء الله راه حرانا نكمل هذا دوك عاود جيتي في الزرف دي بارا الزرف خشاش تحملي الاخرى على الشالي مواري ولكن الزرف خشاش تو كوسينو سكتا بارا ايوا ان شاء الله انا عاود عاود نساعدك ايوا شي قانا مرحله بمرحله ها غنتوري مش حي الصباح ها يسهر صافي روحو خاصتهم رخامو هدرو وقت دغيا ويك سيبو يتصر وقت أمو سهر مالك كاع تكسخو حليا هادي اسمو حمدا كي يطف هادي يسعقب ياخذ الشمط تبسا وتتفسا من وايني غا محسن وتزدي نفس الحجم واه إوا عطاكم الأحباب بينو ما شاء الله خزا ما جت فوق دوارايا خزا 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 ما شاء الله ترمي على الأحباب بينو ما شاء الله ها قلت اللهم بارك ها وا ذا مش سكان في الزرني دورني سبحان الله مرا شربت كي غاسني حرام ديال المقرا هاك شويه الطوماطيش البصل ما المهم مرا واسن واخص نشا غادي نسمع نخدا باش تسقاني في الكريس صافي هاينا كبر الاحبابينو ارخو على عاود المهمه انا غادي المهم من غير كح اقرك نيو كي دير تاد المهمه اللي فنيت هو خاصك دير مرحله غير مرحله ارخو الاحبابينو بقات نيو على عاود تجي تعاود غادي نسياق شوية عاود المهم نسمو كلشي هو الدارج تعرف عشان العويدة ديال الدارج نحنا بينو مين دوم غاينين ما شاء الله اللهم بارك عشان نجعوي يسعي الشيخ صافية كيما خطوة هاد يمكن نهار هاد نحكمو هاد حكي خاص شحال يدوم عارف غا يعزف شوف طاس الشيخ شاف خوها ما يدوم ما يدي عارف عاود خا اسياد زريق مرا نازل دمو
يتهز مار وبعد نحب بينو على داخل اخو خاطر المهم مار يا مو قد غير كي تجي ما سد خبام خط ورا بغيت كسكوت كسكوت ورا صافي خمو حما يعرف باش من مراه هو جاوا الاحباب يوم الديكشان شخدي كي باش كيحيدوا له كرونو باش كيحيدوا له الكرون صافي ايوا هما الاحباب ينوض جيني يخدم الشعريه تاخذ الصفا تدخل تاع خمو اليودوم ورانت تسخاو الزاد اللي خصني نعرف باش ماشي لا لا خصني ندير الزاوله المهم في داري ملي كنت ديكشان ما سخنت وهاد الكريه تجي واقع ان شاء الله تجي غادي تشخمو اليودوم عاقل صافي عاد كي غيعرس عاود تعاود تخلي حاجه حاجه عاقل هما احسن غير ما هي مو نقي عليه فيش تبان لي بين الساعه صفا على غير احنا اليوم هاك شو ما هذا هو اكل كخام شانيا كنحكي على خلاطي كذا خير داك كذا انا صار شي جمع الساعه هي واقع كي نقول احبابينا نقدر شفتك الدقيقه 90 تفضل مع الدقيقه 90 تجي سلام تاكلي سلام وشي سلام على السيدية كيف غير السيدية ان شاء الله تحكي خشوية ديك الحوايج يا والله العظيم ممكن ندير واحد الواشي عداد عم صار شو تحق ها هما الاحبابين هاد تخرج الفركاسة تحكي شي دم الزوار باش يصيد عم احمد عاود لي خلي عليه عاود فغن صراحة نلقى الاحبابين الاسبوع وما نتسقى صراحة لا نافعة ما لا يسته وتتفعل اخر جسده هرخ مرزاق ها شفت اش تعمى لا ليش في تستنى في تستنى شي دير امي ديال تستنى شي شي هي جا امو تستنى ضحك شويه دوشي كم زمان ما اقت لا ما جاش طاني الكاري باش نحكي دوشي ما نحكي لينا مع بالي المهندس زكاه الزراقيه السماوي الله يداوي اليوم على المولى هي وقعوا مش متسائلين لا كما بيقولوا مش متسائلين دو 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 ها زين 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 دو دو يا لا حطه مزيان حطه مليحه تبقى شرا ونزيد تحت عقل ما عليش واقعوا من حبابين قالوا نشوف 13 ها 13 ونزيد يلا روح نشوف 13 ونزيد واقعوا من حبابين نسيح ما شاء الله الصبغة بارقة عن سيخ سي الشارع ايه لو غير نفسي شو صار الدم مني صافي؟ شو شو ايوا لا خاوم كيف الورد هاكا ما شاء الله ما بقاش عارف كسي شاماهيه سير شوف كيما الاحبابينوم نسالها واحد الحاجه لكن يوجد هذا من السلامة إلى اللقاء إن شاء الله ومع السلامة.